السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة التقويم وإعادة التأويل. اليوم 11 ماي من سنة 2024 ومعي 10 رؤى تخص جمهورية مصر العربية، رؤى كلها منذرة، وحينما أقول 10 رؤى معناه تواطؤ، معناه أن الأمر أقرب جدا للحقيقة، معناه أن المعبر المغربي محمد مجاهد صادق. بالرغم من عشرات التعليق التي دخلت إلى الحلقة الأخيرة بالسب والشتم ونشر الأكاذيب، وأقول 80% من هذه التعليق هي تعليق الدباب الإلكتروني الجزائري ينتحل الصفة، نعم ينتحل صفة المصريين ويجعل مني حاقد على مصر، كاره لمصر، أريد الشر لمصر. وكل هذه المحاولات فقط من أجل استدراج المغفلين من دول أخرى خاصة من مصر للهجوم على المعبر المغربي محمد مجاهد، واللعبة مكشوفة واضحة وضوح الشمس. وأما 20% من التعليق الأخرى المتبقية قد تكون مصرية، نعم مصدومة من الحلقة الماضية فقالت كلاما لا يليق، ولا ينبغي لها أن تقول ما قالت وهي تعلم أولا وأخيرا أن الرؤى من عند الله تعالى تأتي مبشرات ومنذرات. تعلم أولا وأخيرا أن الرؤى التي عبرتها هي أصلا موجودة في قنوات أخرى على اليوتيوب، وقمت فقط بإعادة تأويل. وهي تعلم أولا وأخيرا أن المعبر المغربي محمد مجاهد يتحقق له أغلب الرؤى التي يعبرها، وكان آخرها رؤيا وصول الدولار إلى أكثر من 52 جنيه مصري. وأحب أن أقف هنا وقفة لأقول منذ أكثر من سنة ونصف وفي قناتي الأولى قناة المعبر المغربي محمد مجاهد، وقد عبرت رؤيا بوصول الدولار الواحد إلى أكثر من 52 جنيها مصريا. تدرون كم التعليق التي دخلت بالسب والشتم والقذف؟ هناك من وصفني بالمجنون، وهناك من قال لي أقول سبحان الله كلام غريب، فجاء اليوم وتحقق كلامي ووصل الدولار الواحد إلى أكثر من 52 جنيها مصريا. فقط هذا على سبيل المثال للحصر. نعم، وهي تعلم أولا وأخيرا أن المعبر المغربي لا يداهن أحدا في علم تأويل الرؤى، الحق هو الحق، ولست كباقي القنوات الذين يجمعون أموال اليوتيوب من خلال نشر المجاملات، نعم من خلال نشر المجاملات والأكاذيب ومسك العصا من الوسط والمتاجرة بالدين. أنا لا أفعل هذا ولست مستعدا لأرضي الجميع، خصوصا أن الرؤى هي من الله سبحانه وتعالى وليست من عند محمد مجاهد. عموما لدينا 10 رؤى تزكي الحلقة الماضية سأستعرضها وتكون حجة على الجميع. أقول وبالله أستعين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله رب العالمين حمد عباده الصادقين الشاكرين، ونصلي ونسلم على الحبيب المحبوب خير مبعوث للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبابي الكرام، أسأل الله تعالى أن تكونوا بخير وفي أتم الأحوال والصحة والعافية. أسأل الله تعالى أن يفتح لكم أبواب الخير دنيا وآخرة، ونسأل تعالى أن يحفظنا من شر الحاقدين ومن شر الظالمين ومن شر المنافقين ومن شر المبتدعين ومن شر العائنين والحاسدين والساحرين ومن شر المدلسين وكل من يتاجر بهذا الدين. ونسأل تعالى أن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى. قولوا اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي،
وأبدأ بقراءة الرؤيا الأولى. يقول الرائي: رأيت مشهد في مصر، رأيت أوراق متناثرة وعربات مقلوبة، فهمت أنها تأثير العاصفة. أعيد قراءة نص الرؤيا الأولى. يقول الرائي: رأيت مشهد في مصر، رأيت أوراق متناثرة وعربات مقلوبة. نعم، أوراق متناثرة وعربات مقلوبة، هل هي بسبب عاصفة كما فهم الرائي أو بسبب أمور أخرى؟ ننتقل إلى الرؤية الثانية. رأيت أني أسير في الشارع في مصر، رأيت أن هناك سيارات كثيرة للشرطة وكلها كانت ملغمة، ورأيت حشود كبيرة من الناس كانوا يتجهون إليها فتنفجر فيهم بقوة، فتعجبت كيف أن الناس يتجهون لسيارات الشرطة مع علمهم أنها ملغمة وأنها تنفجر فيهم، ويعود الباقي يتوجهون للسيارات الأخرى غير خائفين وتنفجر فيهم. ثم رأيت نسوة عرايا في الشوارع، وبعدها بدأنا في خلع الباروكة من على رؤوسهن ووضعها على فروجهن، كل واحدة تخلع باروكة الشعر وتضعها على فرجها، فتعجبت وخفت وهربت من الشارع ولم يمسني سوء، والحمد لله رب العالمين. كان هذا هو نص هذه الرؤية الثانية. الرؤية الثانية تبين أن السبب ليس بسبب العاصفة فقط. قلت الرؤية الثانية تبين أن السبب ليس بسبب العاصفة فقط، لكن بسبب فوضى ستكون في مصر، وانفلات أمني خطير، واصطدام بين السلطة والشعب بسبب تأزم الأوضاع، غلاء المعيشة، هتك ستر البيوت، فلا أحد سيخاف من السلطة. نعم، حينما يفقد المواطن المصري صبره لن يخاف من السلطة أبدا، ولا أحد سيخاف منها بعدما يصل السيل الزبا، بعدما ينتهي صبر المواطن المصري كما قلت الذي طال. وأما وضع الباروكة في فروج النساء، معناه المرأة ستمشي على حل شعرها كما يقول أهل مصر. وأنا هنا لا أقصد جميع النسوة في مصر، لا أقصد الشفيفات العفيفات الطاهرات، لكن الخطاب لقلة قليلة ستنضاف للأزمة الموجودة في مصر. وننتقل إلى الرؤية الثالثة. يقول الرائي: رأيت أن مناديا ينادي من السماء أن يا أهل مصر ستكونون عطشا سنة كاملة. ثم رأيت الناس في مصر يبحثون عن الماء من أول يوم، وكان المنادي في حالة غضب الرائي من سوريا 2024. أعيد نص هذه الرؤيا. رأيت أن مناديا ينادي من السماء أن يا أهل مصر ستكونون عطشا سنة كاملة. ثم رأيت الناس في مصر يبحثون عن الماء من أول يوم، وكان المنادي في حالة غضب، قلت الرائي من سوريا. الرؤية هذه واضحة وضوح الشمس، لا تحتاج إلى تأويل. جوع وعطش. وأنتقل إلى الرؤية الرابعة. يقول الرائي: حلم ثلاث مرات على فترات متباعدة جدا أنه سيتم الهجوم على مصر بالطائرات، وأن هناك دولة عظمى أعلنت الحرب على مصر. تاريخ الرؤية 2024. الرؤية أحبابي الكرام مخبرة بدخول مصر إلى حرب كبرى، قد تكون هذه الحرب هي سبب الأوضاع المتأزمة والانفلات الأمني والجوع والعطش. اللهم سلم. وماذا عن الرؤية الخامسة؟ يقول الرائي: رأيت صورة نهر النيل وهو جاف، ثم سمعت هاتفا يقول مصر ستموت من الجوع والعطش. الرائي من مصر. أعيد قراءة نص هذه الرؤيا. يقول الرائي: رأيت صورة نهر النيل وهو جاف، ثم سمعت هاتفا يقول مصر ستموت من الجوع والعطش.
هذه الرؤية الخامسة تؤكد على مجاعة في مصر وجوع وعطش. ربما هو جفاف نهر النيل فعلا، أو ربما ستكون هناك حرب، ومن خلال هذه الحرب سيتم تسميم المياه الموجودة في نهر النيل. والله أعلى وأعلم. وأنتقل إلى الرؤية السادسة. يقول الرائي: أقسم بالله رأيت فيما يرى النائم أن مصر ستخرب خرابا عظيما، وأن الناس حين يرون الخراب سيرفعون أكف الضراع إلى الله تعالى، وسيرفع أذان الصلاة في كل الشوارع. حينها سيرسل الله دابتين عظيمتين سيرفعان أثار الخراب عن الطرقات والشوارع. بعدها سيكون العمار والإعمار. هكذا يكتب الرأي. أعيد قراءة نص هذه الرؤيا. يقول الرأي: أقسم بالله رأيت فيما يرى النائم أن مصر ستخرب خرابا عظيما، وأن الناس حين يرون الخراب سيرفعون أكف الضراع إلى الله، وسيرفع أذان الصلاة في كل الشوارع. حينها سيرسل الله دبتين عظيمتين سيرفعان أثار الخراب عن الطرقات والشوارع. بعدها سيكون العمار والإعمار. في الرؤية، هذه الرؤية منذرة بقدوم الخراب إلى مصر، وهذا ما قلته في الحلقة الماضية من خلال إعادة تأويل الرؤية. لكن في ختام الرؤية هناك بشارة بعودة الإعمار والحياة إلى طبيعتها، لكن متى؟ الله أعلى وأعلم. وننتقل إلى الرؤية السابعة. يقول الرائي: رأيت أني في مكان وكأنه جاءني استدعاء من الجيش المصري، وكان يوجد أيضا رجل برتبة عسكرية وبعض الأفراد، والكل كان يلبس الزي الملكي، حتى هذا القائد ذو الرتبة العسكرية يحمل بيده قطعة سلاح يشرح عليها لهؤلاء الأفراد ويعلمهم. فقلت له وأنا أبتسم: لماذا استدعيتموني وأنا عديت 60 سنة؟ فقال لي القائد: الكل سيستدعى ملحوظة. يقول الرأي: عمري في الحقيقة 68 سنة والرأي من مصر. يعني بعدما تدخل مصر إلى الحرب الكل سيستدعى، الكل سيستدعى إلى الحرب. يعني لو كانت هناك مناوشات فقط على الحدود، أو كانت هناك حرب صغيرة، لما استدعي الشيوخ إلى هذه الحرب. أقول لما استدعي كبار السن إلى هذه الحرب كما تقول هذه الرؤية. وبما أن الجميع يستدعى شبابا كانوا أم شيوخا، معناه أن هذه الحرب كبيرة. وكم هي الرؤى التي أخبرت بقدوم أو بدخول مصر إلى حرب كبرى. هذه واحدة. وننتقل إلى الرؤية الثامنة. يقول الرائي: رأيت عملة فضية مصرية على الأرض، كانت صغيرة جدا وحملتها ووجدت مكتوب عليها حرب الإبادة. فهمت في الرؤية أن العالم مقبل على تنفيذ مخططات الإبادة. الرأي من مصر، تاريخ الرؤية 2024. أعيد قراءة هذه الرؤية. يقول الرأي: رأيت عملة فضية مصرية على الأرض، كانت صغيرة جدا وحملتها ووجدت مكتوب عليها حرب الإبادة. فهمت في الرؤية أن العالم مقبل على تنفيذ مخططات الإبادة. نعم، حينما تندلع الحروب تكون هناك مخططات الإبادة، فالحرب لن تكون عسكرية فحسب، هناك حرب بيولوجية. نعم، تسميم الأنهار، وكما قلت في الرؤية السابقة لعل نهر النيل سيتعرض للتسمم. نسأل الله سبحانه وتعالى اللطف والسلام. وأنتقل إلى الرؤية التاسعة. تقول صاحبة الرؤية، وهي من بلاد مصر، الرؤية كما ترونها على الشاشة تحتاج إلى تصحيح في الكتابة. تقول: حلمت بأن مصر ولعت أو أرضها بتفتح فيخرج منها بركان يبلع ناس، وناس بتجري، الجو أسود وأرض تفتح
وتطلع حاجة منها تبلع الناس كما تقول الرؤية هذه واضحة. قلنا البركان هنا رمز للأوضاع المتردية في مصر، بركان من الفقر، بركان من الظلم، بركان من الهشاشة، بركان من البطالة، بركان من المعاناة، بركان من الحسابات السياسية. هذا البركان الخامد سيستغل الفرصة للانفجار في الوقت المناسب، خصوصا حينما تدخل مصر في حرب مفروضة، لتجد الحكومة نفسها أمام حربين، حرب خارجية وحرب داخلية ضد المقهورين. وأنتقل إلى الرؤية الأخيرة، الرؤية العاشرة. يقول الرأي: رأيت من زمن بعيد أن نارا تندفع من الجزائر وتسقط على مصر، ثم تسقط على تونس، ثم تعود على مصر مرة أخرى. أعيد قراءة نص هذه الرؤية. يقول الرأي: رأيت من زمن بعيد أن نارا تندفع من الجزائر وتسقط على مصر، ثم تسقط على تونس، ثم تعود على مصر مرة أخرى. نعم، كل الرؤى في كوم، وهذه الرؤية في كوم آخر. هل تشهد بعض الدول العربية ثورات جديدة؟ نعم، كما كانت في الماضي، بدأت من تونس وانتقلت إلى بعض البلدان العربية. أما هي حرب تندلع في الجزائر، وتداعيات هذه الحرب تنتقل إلى دول أخرى فتدخل معها في حرب كبرى. ما أراه أحبابي الكرام إلا حرب، وبعض الدول ستتدخل لمساعدة الجزائر كما كان هذا في الماضي، حينما تدخلت مصر لمعاونة أو لمساعدة الجزائر في حربها على المغرب بسبب موضوع الصحراء، وسجن آنذاك الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، وأطلق سراحه ليحكي التاريخ، والفيديوهات هي موجودة الآن في السوشيال ميديا، ليحكي كيف انتصر المغرب في حرب الرمال على الجزائر. سبحان الله، فهذا شاهد على تلك الفترة. هل يعيد التاريخ نفسه وتكون مصر متورطة في مساعدتها للجزائر ربما، وتنجر معها تونس؟ كل هذه الأسئلة تبقى مطروحة. أنا هنا أعبر هذه الرؤية وأرى أشياء لا أستطيع أن أبوح بها الآن. فهذه الرؤية الأخيرة تحتاج لحلقات أحبابي الكرام، واللبيب بالإشارة يفهم. وصلت إلى النهاية، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.